وينضم إلينا في الاستوديو المتخصص في النقد السينمائي الزميل خالد مجذوب. خالد أهلا بك، حدثنا اليوم. صباح الخير. صباح الخير يا خالد. موضوع شائك، الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حبينا نحتفي بجورج كلوني بصباح العربية اليوم، لأنه هذا رابع فيلم من إخراجه فعليا، وهو عم يثبت بأنه هو مخرج مميز كما أنه ممثل مميز. The Ides of March فيلم أحدث ضجة على الأقل بين النقاد، ولليوم الإقبال عليه مش بطال أبدا، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار هالنوعية من الأفلام يلي ما بتجذب المشاهد الأمريكي العادي. The average American viewer بحب الأشياء السطحية أكثر. ولكن بدنا نحكي اليوم عن المفهوم يلي طلع فيه The Ides of March، وهو أنه حين يتصادم شغف المعتقدات أو المبادئ أو المثل بالتنافس الشرس من أجل تحقيق الفوز مهما كلف الأمر، يخلق هذا الجو ما يسمى بالدراما السياسية التي تكشف عن الكثير من المؤامرات والدسائس والفضائح والمصالح الشخصية وإلى ما هنالك. لنخرج بانطباع من كل هذا، وأنه هوليوود بتشوف هذا العالم، عالم الانتخابات الرئاسية تحديدا، بتشوفه على أن عالم لا مبادئ فيه، عالم غير نظيف بشكل عام، على الأقل هي نظرة هوليوود. مع أنه هوليوود من أكثر الداعمين سواء ماديا أو يعني بالإعلام لمرشحين معينين في الانتخابات. قد يكون هذا صحيح سارة ومزبوط، ولكن أهمية هالمنظومة اللي اسمها هوليوود بأنه بتقدر أن تضل موضوعية بتعاطيها مع، مثل ما حنشوف هلأ بسرد أفلامنا، في نوع من الموضوعية بالتعاطي مع موضوع الانتخابات، بالتعاطي مع السياسيين المختلفين، بتسمية الأسماء بأسمائها. ما في خوف مثل عنا بهذا الجزء من العالم، ما في خوف بالكشف عن يعني خوافي الأمور أو خوابي الأمور، والتحدث عنها بشفافية كبيرة. طب خالد، ليش Ides of March ركز على الحزب الديمقراطي؟ يعني ما شفنا الحزب الجمهوري بالموضوع. لأنه اليوم بوجود أوباما بالحكم، الحزب الديمقراطي هو under fire، وهو يلي كل خطوة تحسب عليه أو لأله، هو يلي يعني يتعرض لنقد يومي شبه يومي من المحللين السياسيين، من الشعب، من العالم، من مجلس. طبعاً أعتقد كمان جورج كلوني ديمقراطي، يمكن بدون شك جورج كلوني من عائلة ديمقراطية ليبرال ديمقراط، وهو كان من أكثر المعجبين ببيل كلينتون وما زال، وطبعا من أشرس الداعمين لأوباما. رح نلقي نظرة سريعة على بعض الأفلام يلي تحدثت عن الانتخابات. All the King's Men هو إعادة، هو من إنتاج 2006، ولكن إعادة أو اقتباس جديد لفيلم من 1949، لتشوفي من أيمتى بلشين بهوليوود بالنقد، النقد السياسي. طبعا شون بان محافظ ب مدينة أركنسا، وهو مقتبس عن رواية يقال إنها مقتبسة عن أحداث واقعية، محافظ يقرر محاربة الفساد السياسي، طبعا الفساد السياسي المتفشي بين أبناء الطبقة الأرستقراطية يلي هي بتدعم المرشحين ماديا طبعا. والمفارقة وليست المفاجأة بأنه هو بيصير فاسد مثلهم ويدخل في هذا العالم. فيلم البادجت لقاله كان كبير نسبيا، 55 مليون دولار. إذا أخذنا هول الأفلام بعين الاعتبار، يمكن ما تصدق مجدي، The Ides of March البادجت كان 12 مليون دولار، بادجت جدا متواضع. أيوة. يعني هذا اليوم بهوليوود تكلفته أقل من مشهد، هذا تكلفة أقل من تكلفة النجم في بالضبط الفيلم. تكلوا هنا على الستوري أو على القصة فيها سسبنس أو الإثارة. جورج كلوني عم يشتغل بما يسمى اليوم بالإندبندنت سينما، يعني هو لا يحتاج إلى بيج بادجت تيعمل أفلام تجارية أو كوميرشل، هو بده يعمل أفلام من خلالها يمرق أفكاره، يطرح القضايا يلي بتصيروا لإله كفنان وكبني آدم كشخص، ويعني يشارك فيها مع الجمهور. الفيلم مو منتجته مثلا واحدة من الشركات الكبيرة، لا، هو ان اندبندنت موفي كلف 12 مليون دولار. ولكن هذا خوف من انه مثلا واحده من الشركات الكبيره يمكن ما تدعمه؟ لا ابدا، بالعكس، هو الموضوع مش موضوع خوف، ولكن الموضوع الخوف بانه هو ما حيحقق ارباح. أيوة. لانه هذا الموضوع مثل ما سبق وقلت ساره ما له كثير جمهور كبير بين الجمهور الامريكي. خالد، يعني الاسماء المطروحه بكل الافلام اللي انت جايبها كبيره جدا، كثير، شون بان، دينزل واشنطن، جون ترافولتا، روبرت دينيرو، داستن هوفمان، جورج ميريل كلوني ستريب. بس على فكره كلهم هذول يمكن خالد وصحيح لي إذا أنا غلطانة، ناشطين سياسيين.
كلهم يمكن البعض منهم ناشط أكثر من الآخر، بس كلهم نجوم كبار، لهم وقع، لهم كلمة، لهم رأي، ولما بيشاركوا يعني أيوة. وكلهم أكاديمي، معظمهم أكاديمي أورد وينرز صحيح. تتوقع The Artist of March ياخد شيء في الأوسكار؟ بلش يطلع أوسكار باز مثل ما بيقولوا عن الفيلم، رح نحكي قريبا عن الترشيحات بس تصدر، ولكن هيدي الأفلام يلي بتحبها الأكاديمية يلي بتفضلها. وهول النجوم الكبار يلي بيشتغلوا بهول الأفلام بجزء لا يتجزأ من جزء صغير جدا من السالري تبعهم، بيشتغلوا لأنهم هني حابين أنهم يقولوا نحن عنا موقف سياسي وهذا هو موقف. خالد نعم. سمينا الاسم برأيك الأبرز، بدي أحكي عن دمنشورين كانديديت، طبعا مهم كتير، مرشح رئاسي بتدعم والدته التي تترأس سرا مؤسسات مالية واقتصادية كبيرة جدا، طبعا غسيل أدمغة للجنود بالعراق ليظهر المرشح بهيئة البطل. قرب شوي للواقع بشكل مخيف هذا الفيلم، ليقول بأنه اليوم، وهذا طرح موجود، الرئيس اليوم هو مجرد بابت، أداة بأيدي شركات عملاقة كبيرة جدا، شركات مالية واقتصادية تتحكم باقتصاد العالم، وهي التي تأتي بفلان أو علان ليكون في سدة الرئاسة بس لينفذ مصالحها ومآربها. فذا منشورين كانديديت، كمان دانزال واشنطن نجم شباك تذاكر كبير، ماريل ستريب بغنى عن التعريف، ونجح كمان ولكن مش جماهيريا، نجح بين النقاد. خلص الوقت؟ لا لسه بس كمل. ما جاوبنا خالد، ناطرين عن جد الاسم الأبرز، يعني كلهم نجوم، بس أنت يوم كناقد سينمائي مين الأنجح في دور الرئاسة، في دور الانتخابات، في دور قصدك مين الأنجح بدور لعب المرشح، مرشح رئاسي كتار حقيقة. اللي بدي أقول إذا بدك من المجموعة اللي أنا نقيتها، أنا بحب بنقي جون ترافولتا ببرايمري كولرز، كان حلو، كان جيد جدا. مايك نيكلز مخرج مميز جدا، ودائما يعني يتعاطى مع السياسي بأسلوب لاذع وساخر لا يخلو من السخرية. إذا بنتذكري سارة تشارلي ويلسونز وور مع توم رائع، هانكس، رائع جدا هذا الفيلم، وجوليا روبرتس، لا مايك نيكلز، رائعين فعلا. بال 98 كانت بعدها بأوج الفضيحة لبيل كلينتون، وطبعا برايمري كولرز هو عن فيلم أقرب إلى الواقع، عن الحملة الانتخابية يلي قام فيها بيل كلينتون بوقتها، والفضائح الجنسية والأكاذيب وغيرها يلي ظهرت إلى العلن، ويلي كانت رح بتهدد دخوله إلى البيت الأبيض ككل. قدر جون ترافولتا بأنه يجسد دور كلينتون بصدق وشفافية يعني ببراعة حقيقة، خصوصا وأنه هو من أركنسا. أكثر في نقد الديمقراطيين ولا الجمهوريين؟ على دون شك الديمقراطيين، الجمهوريين يعني بعد قديش فترة، وكانوا الديمقراطيين مش الجمهوريين يلي عملوا أفلام انتقدت نيكسون وألقت الضوء على ووترغيت وإلى ما هنالك، خدم عقود يعني ليرجعوا ينظروا في الذات بالضبط. الجمهور ذا ريبوبليكنز جماعة كتير كونزرفيتيف ولا يقبلون أصلا النقد. الليبراليين أو الديمقراطيين بطبيعة دير بليف سيستم أقرب أنهم هني يكشفوا، ولو أنه البعض يتهمهم بأنهم زادوها شوية على بيل كلينتون، ولكن الحقيقة ما إلى تمن يعني مستعدين يضحوا بمين مكان. في أدوار مهمة كانت لأما تومسون، كاثي بيتس، وبيلي بوب ثورنتون بالفيلم بولورث. بنرجع هون كمان لموضوع كتير مهم، قاد وارن بيتي. وارن بيتي قدم السياسي كما يجب أن يكون، وبهالفيلم جمع حوله الأمريكيين من أصل أفريقي ليكشف عن عمق العنصرية المترسخة في تركيبة المجتمع الأمريكي. خالد للأسف الموضوع كبير بس وقتنا انتهى للأسف. بنشكرك خالد مجذوب، كان في فيلم واك ذا دوغ بنحكي عنه بمرة جاية، الناقد السينمائي، نشكرك. شكرا سارة، شكرا.